ونرحب ايضا بالدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. تحياتي دكتور. اهلا وسهلا. مساله انه بخصوص تعديل او قانون الثانويه العامه الجديد انه المفروض يتم مناقشته في الحوار الوطني في نسخته القادمه، مساله انه نلغي التشعيب العلمي والادبي ونبدا في مسارات تؤهل الطالب لقطاعات معينه يدرسها وتؤهله لكليات اخرى، ده مفهوم متفرد وجديد. سؤالي هل هيطبق في السنه الجديده؟ بس اعتقد قبلها لازم يتحط او يتوافق عليه في التشريع القانوني يا دكتور. طبعا خلينا نقول ان هو الاهتمام بالقضايا اللي هي تمثل اختراق للواقع او ان هي بتمثل المواطنين بشكل معين. انا في تصوري النوعيه دي من المقترحات في موضوع التعليم، وان احنا بالنسبه لنا النظام اللي ماشي بقاله دلوقتي 50 سنه او اكتر او ممتد مظبوط بهذا الشكل ده، يعني احنا محتاجين نراجع ان احنا بالنسبه لنا الاساليب والادوات اللي ممكن تساعدنا بتعليم يكون خلاصه ان هو يكون تعليم فعال، بحيث ان الطالب يتخرج من اولا يخش من بدايه الثانوي هو بالنسبه له يكون باين له ميول وتخصص ينفع بعد كده يخش كليه مناسبه يخرج يشتغل. صحيح. طبعا احنا محتاجين ان احنا بالنسبه لنا يكون النظام الثانويه العامه ونظام الكليات متوافق تماما مع سوق العمل والاهداف بتاعه الدوله التنمويه بشكل كبير، لان احنا مش محتاجين نخرج ناس وهم مش مؤهلين وبعد كده نبدا ناخدهم تاني عشان ندربهم عشان نلحقهم بسوق العمل. ممكن ان احنا بالنسبه لنا بنظام ثانويه عامه صحيح يوصلني لنوعيه كليات هي متوافقه تماما مع سوق العمل، بحيث ان الطالب يخرج يلاقي على طول المجالات اللي هو بيعرف يشتغل فيها. فهيكله اللي احنا محتاجين في التعليم يعني زي ما نقول ايه ثوره تعليميه تتناسب تربط بقى على طول سوق العمل بنظام تعليم فعال بنظام اختبارات في الثانويه العامه ونظام ثانويه عامه يعني متسق مع اهداف الدوله التنمويه، ونكون يعني في جراه في ذلك وفي اتخاذ قرار حاسم، لان التكلفه بتبقى كبيره جدا. انا بقعد اصرف على الطالب واهله بيصرفوا عليه بصوره كبيره جدا في الثانويه العامه، لكن ازاي النظام يكون متسق مع اهداف الدوله التنمويه؟ يعني ماذا تقصد بالنقطه دي دكتور؟ احنا دلوقتي عايزين نقول مثلا ان احنا بالنسبه لنا في المرحله المقبله مثلا بنقول ان الدوله المصريه هيبقى في قرارات اساسيه شغاله فيها هي اللي هتعمل لنا تنقلنا نقله كبيره، مثلا زي مثلا بنتكلم احنا قضيه الصناعه وملحقاتها. احنا بالنسبه لنا عايزين نتكلم في قضيه الاستثمار، بنتكلم في تكنولوجيا المعلومات، بنتكلم في السياحه، شكل جديد من الحوكمه فيما يتعلق بقضيه التكنولوجي والاتصالات والاي اي، وداخل عصر جديد ليه شكل معين من الوظائف. لازم كلياتي تكون متفقه مع الدوله اللي هي ده شكلها ومع المستقبل اللي جاي بهذا الشكل، ان انا لازم مخرجاتي تكون متسقه مع السوق العالمي. وبالمناسبه بيحصل تعديلات لكن في اطر، بعيدا عن فكره الهيكله زي ما حضرتك تفضلت من شويه، يعني بعد حديث الرئيس عن اهميه الذكاء الاصطناعي الان احنا عندنا تخصصات في كليات للذكاء الاصطناعي، فبتحصل قفزات خفيفه، لكن مساله الهيكله بالكامل دي نقطه شديده الاهميه لنظام التعليم من الاساس. وهو ده هيحل لنا اشكاليه كبيره جدا. صحيح. لان احنا بالنسبه لنا عايزين نقول اولا هيحل لي اشكاليه كبيره جدا في العماله واللي هي المتميزه، ربطي بسوق حتى لسوق العمل العالمي واللي جاي من بره عشان يستثمر عندي. صحيح. فانا محتاج عشان الاستثمار يكون بشكل كبير جدا وحركه الناس سواء خرجتهم انا بره عشان يجوا لي عمله صعبه او انا هجيب الشركات بره يكون متسق مع اللي حاصل مع التطور. ده مش هيجي بخطوات مرتعشه خفيفه، لا ده محتاج ان بالنسبه لي انا في خلال الست سنين دي عايز يعني اقطع اشواط، فانا مش هخرج طلاب تاني من كليات وبعد كده اقول له اعمل تعديل مسار وبعدين بعد ما تعمل تعديل مسار تعالى اتدرب تاني وبعد كده ما يكون اهله صرفوا عليه، لا انا عايز اوحد جهودي كلها صوب الهدف مباشره. فمحتاج نظام في الثانويه العامه مع نظام تعليمي يحقق هذه المستهدفات بشكل هي هي هو مسألة أن أتخلص أصلا من تابوهات قديمة بشكل كامل، أنه الطالب يدرس حاجة مش بيحبها، دي برضو هتساعد أن الطالب يكون يعني عنده قفزات مهمة في شغله وفي تعليمه لأنه بيدرس حاجة بيحبها. النقطة الثانية بتوفر وقت، الحاجة الثانية أنه ما يكونش عندي تكدس في تخصصات
هو بطبيعة الحال موجودة وبكثرة. الآن لدينا تخصصات نحن بحاجة لها في الشارع المصري، ده اللي كنا نتحدث عليه في مستهل الكلام. أنا كان عندي أنا مشكلة بالنسبة لي مثلا في التعليم الفني، هو بالنسبة له لحد دلوقتي شكل نهائي إن أنا المفروض أعمل كمية كليات تكنولوجية كبيرة جدا بحيث إن هو يتخرج من التعليم الفني يا إما عايز يخش سوق العمل يا إما عايز يكمل من غير معادلة ولا حاجة على التكنولوجية. التكنولوجية دي تكون متخصصة تماما ومربوطة بسوق العمل، يتخرج من هنا زي كده يوم جاي راح شغال على طول في الشركة اللي هي متناسبة مع القطاع اللي هو رايح له، وتكون الكليات بتدي مواد محترمة عشان يعرف يشتغل على طول. احنا محتاجين نشوف زي بره الشغل اللي موجود ونكون فيه بالنسبة لنا خطوات حقيقية. يعني احنا بالنسبة لنا زي ما عملنا كده في ملف البنية التحتية، زي ما عملنا في الإرهاب، زي ما عملنا في سينا، في حاجات لازم تتاخد كده هي خطة قومية واضحة ومعينة على مستوى الدولة نخترقها بشكل واضح ومحدد عشان تعمل نقلة، والنقلة تكون ملموسة، والناس لما بتشوف الآثار لما تكون متأكدة ان هي بالنسبة لها اصبح فعلا الكلام ده واضح في ملف متكامل، هيجي هو بالنسبة له الكلام ده بالنسبة له ابنه هيتخرج دخل الكلية سواء هي كلية عادية او كلية تكنولوجية خرج اشتغل. يعني دكتور هشام حضرتك بتشوف ان هذا المقترح اذا نفذ هيلقى قبول من الشارع المصري من المواطن المصري من اولياء الامور؟ اه طبعا، ما هو اهم حاجة في المقترح ان هو يقدم بمجموعة متكاملة، ان هو المواطن يحس ان هو بالنسبة له ايه هخش في المسار ده بعد كده هكمل في المكان الفلاني بعد كده هخرج اشتغل بشكل فلاني، فيشرح صح وياخد فرصته من الحوار ويجي المتخصصين يتكلموا ويكون مشروع بشكل جيد ومدروس بشكل جيد. خلاص يعني المواطن هو بالنسبة له هيهمه في النهاية المصلحة، وهي الدولة هيهمها في النهاية أكبر كمية من الدمج لتحقيق الإنتاجية ومستهدفات الخطة التنموية. صحيح، بس البعض هنا بيتساءل هل يطبق هذا النظام نظام الثانوية العامة الجديد السنة القادمة؟ وأنا والله أنا شايف إن هو بالنسبة له إن هو لا يوجد أي مانع إذا كانت القضية اتدرست بشكل واضح ومستلزماتها كاملة، لأن أنا معمل أعمل قرار ناقص يبوظ أو يحرق القرار، إنما لو أنا شايفه من أوله لآخره هيخش في الثانوية هيخرج من القصة دي على الكليات بالشكل الفلاني، هيخرج على الشغل في الشكل الفلاني، وأنا أخد الفريش اللي طالع بقى ده لسه هو مناسب تماما للخطة بتاعتي، هبقى حليت مشكلة كبيرة، لأن أنا دلوقتي كوادر هتبقى جاهزة مسار واضح ومحدد طالع على طول على رؤية بينفذ لي رؤية وثقافة جديدة، غير ان انا بحاول احل الاشكاليات القديمة وانا ماشي، بس في جيل كده يطلع على طول باينة من بدري ماشي على السيستم ومبتدع من النظام اللي انا ماشي فيه، فدي هتبقى نقلة حلوة، بس بشرط ان هو المقترح يكون شامل. همشي في الثانوية العامة هيوديني فين في الكليات في اطار متكامل من عملية تطوير التعليم عموما سواء الثانوية العامة أو أنا بالنسبة لي التعليم الفني المرتبط بالجزء التكنولوجي. بند التعليم الفني شديد الأهمية حضرتك أشرت لي، والعملية التعليمية بشكل كامل لا، يعني خلينا نقول إن هي ملفات تبدأ ولا تنتهي. يعني يمكن إحنا بدأنا مع حضرتك الحديث لأنه اليوم الحوار الوطني أو مجلس أمناء أعلن عن ثلاثة ملفات أو ثلاثة أطر رئيسية هيبدأ يشتغل عليها أو هيبدأ العمل عليها، لكن بالتأكيد ملف التعليم ملف شديد الأهمية و في العديد من القضايا تبدأ ولا تنتهي لمناقشتها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا في كل الأحوال. الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، شكرا جزيلا يا فندم.